أهلا بك سيدي عبر سكايب. أهلا بك. أهلا بك. بداية، كيف تحركت أسعار نفط برنت والمشتقات النفطية منذ بداية الشهر الحالي؟ مساء الخير، شكرا للاستضافة. لعلي أضيف نقطة أخرى إلى قوة أو أسباب انخفاض أو ارتفاع البترول، وهو الطلب الصيني. المعروف أن الصين هي المستورد رقم واحد في العالم، وعندما يتأثر استيراد الصين يتأثر أسعار النفط، وعندما يزيد الطلب الصيني ترتفع أسعار النفط. بداية، تذبذب أسعار النفط منذ بداية الشهر الحالي بدأ تقريبا بسعر 92 دولار، وانخفض في يوم 7/9 إلى 88 دولار، ومن ثم عاود الارتفاع. بقي السعر برميل البترول خلال الفترة الماضية في معدل 92 دولار. هذه الأرقام هي التي تحبذها الدول المنتجة للنفط، وبالتالي حدث انخفاض طفيف، وهذا الانخفاض يعني لغاية اليوم نستطيع أن نقول أن هناك انخفاض على أسعار المشتقات النفطية محليا بما يقارب 30 فلس لبنزين ال 90 وال 95 بنسبة 3% و 2.5% على التوالي. هل هذا يستمر إلى نهاية الشهر؟ هذا الانخفاض يستمر إلى نهاية الشهر؟ لا نستطيع أن نجزم. نعم سيد هاشم، يعني هناك 10 جلسات تداول حتى موعد إعلان الحكومة تسعيرة شهر تشرين الأول المقبل. ما هي توقعاتكم؟ هل ستواصل أسعار النفط انخفاضها عالميا؟ لن ترتفع الأسعار بشكل حاد، لأن كل المعطيات الموجودة عالميا هي نفس المعطيات التي كانت موجودة منذ بداية الشهر الحالي، ولا يوجد تغيير رئيسي جوهري على هذه المعطيات سواء في الأزمة الأوكرانية الروسية. اللهم هناك إضافة واحدة، وهذه الإضافة بدأت فاشلة أو معدومة الفاعلية، وهي السقوف السعرية التي تم الحديث عنها في مؤتمر الدول السبع لتحديد إيرادات روسيا وإضعاف إيراداتها. هذا الوضع إذا حدث مشكلة خطيرة جدا للنفط، سنرى أسعار كبيرة جدا، لأن خروج 4.5 مليون برميل من النفط الروسي من الأسواق مشكلة كبيرة، ولا نستطيع أحد أن يعوضها. الآن نستطيع أن نقول أن اليوم من يحكم أسعار البترول عالميا بالدرجة الأولى هي أوبك، ونراها تتدخل عندما يزيد العرض بتخفيض الإنتاج، وعندما يقل العرض بزيادة الإنتاج، وهذا ما حدث في قرار أوبك في بداية الشهر الحالي بتخفيض الإنتاج 100 ألف برميل، وهي قيمة رمزية أو رقم رمزي لكن له تأثير في الأسواق. أدى إلى ارتفاع الأسعار عندما صرح وزير الطاقة السعودي، قال أننا نستطيع أن نتصرف في حالة أن الأسعار تراجعت، وهو ما أعلنوا عنه بزيادة 100. سيد هاشم، أيضا هناك يعني بالنسبة لموضوع الغاز، يعني ماذا إذا أوروبا عادت الاعتماد على النفط؟ ماذا سيحدث؟ من المؤكد أن ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير جدا ومبالغ به يؤدي إلى التحول إلى النفط وزيادة أسعاره بسبب زيادة الطلب. تحاول أوروبا تعويض النقص من النفط الروسي، خاصة أنها بـ5 ديسمبر هناك منع للنفط الروسي، تحاول التعويض من الأسواق الأخرى الخارجية، لكن أيضا تواجه مشكلة نقص المعروض، وبالتالي الأسعار مرشحة إلى مزيد من الارتفاع في حالة أن أوروبا لم تستطيع أن تتعامل مع مشكلة الغاز بشكل جذري وحل هذه المشكلة، خاصة أنهم على أبواب الشتاء وهناك نقص في المخزون، خاصة في ألمانيا التي المخزون تبعها 84%، هو يعني رقم قليل جدا مع انقطاع الغاز الروسي. نعم سيد هاشم، لو سمحت بشكل سريع جدا، ما هي توقعاتكم لأسعار البيع المحلية مع نهاية أو آخر يوم تداول لهذا الشهر بالأرقام لو سمحت؟ اعتقد انه سوف يكون هناك انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية، هي الأرقام التي تحدثت عنها، 30 فلس للبنزين بشقيه، والكاز والسولار لا سوف يرتفع للأسف الشديد. سوف يرتفع الكاز والسولار، هي توقعاتك؟ سوف يرتفع 35 فلس اللتر، لأن هناك فارق بين السعر العالمي والسعر المحلي كما تقول الحكومة. إذن تتوقع بانخفاض أسعار البنزين بشقيه 30 فلس؟ نعم. وارتفاع الكاز والسولار 35 فلس. الخبير في قطاع الطاقة والنفط هاشم عقل كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.